الأميرة للا حسناء بعد أن قصت الشريط الرمزي للمتحف الوطني للحلي قامت بجولة في مختلف قاعات المتحف، وتشمل قاعة المتحف الوطني للحلي التي زارتها الأميرة للا حسناء قاعة التطور التاريخي للحلي وعملية التصنيع وقاعة تاريخ الزي المغربي، إضافة إلى قاعة حلي الرجال ومستلزمات الخيل. كما تشمل هذه القاعات قاعة المجوهرات الأمازيغية وقاعة الخصائص الإقليمية لمراكز الإنتاج الرئيسية للحلي الحضرية. ويقدم هذا المتحف نظرة شاملة عن التاريخ الغني للحلي والمجوهرات بالمغرب. دونك حنا اليوم ما يمكن لنا الا نكونوا جد سعداء ومسرورين باعاده تاهيل وافتتاح متحف قصبه الودايه تحت اسم المتحف الوطني للحلي، وبالخصوص بالتشريف من صاحبه سمو الاميره الجليله لاله حسناء. الفضل كله بالاساس كيرجع لصاحب الجلاله الملك محمد الثالث نصره الله والرؤيه المتبصره نتاعته من اجل النهوض بالقطاع الثقافي عامه والمتحف خاصه بعد احداث المؤسسه الوطنيه للمتاحف. اليوم المتحف الوطني للحلي كيجي من اجل توسيع الخريطه المتحفيه اللي كتزخر بها مدينه الرباط عاصمه الثقافه والتراث العالمي في لائحه اليونسكو منذ سنه 2012. المتحف كيفتتح الابواب ديالو بمعرض مختلف اللي كيمنحنا واحد المسار منقسم الى خمسه اجزاء كنقدروا نتعرفوا من خلاله على تاريخ الحلي، طرق الصياغه نتاعتها، الانواع ديالها بما فيها الحلي الرجاليه والنسائيه، وفي نفس الوقت الحلي العصريه. إثر ذلك زارت الأميرة للا حسناء قاعة العرض المؤقتة للمتحف، وتعرض في هذه القاعة أعمال ثلاثة مبدعين مغاربة وهم تام التازي وزهور الرئيس وألبير أوكنين. وبفضل عمليات التجديد التي خضع لهذا الفضاء في احترام تام لروح المكان وطابعه الأصيل، بات المتحف نقطة جذب جديدة للقطاع السياحي. Quel bonheur aujourd'hui, quel honneur d'avoir ce lieu magique. يا لها من سعادة ويا له من شرف أن يحظى هذا الفضاء بالتدشين من طرف الأميرة للا حسناء. Quel bonheur de donner arrivée aux gens par un espace restauré dont sa majesté nous a. نشعر بالسعادة الغامرة لتفضل جلالة الملك بوضع مجموعته الخاصة من المجوهرات الأمازيغية رهن إشارة المتحف والمؤسسة الوطنية للمتاحف، حيث سيتمكن العموم من التعرف على هذه الحلي. وهذا المتحف يمكن المغاربة والزوار من التعرف على مختلف أنواع الحلي والمجوهرات، ويمنح المتحف فرصة للسفر في تاريخ الحلي. وستشاهدون كيف سيمكن هذا المتحف من إغناء العرض السياحي المغربي وعرض المتاحف بالمغرب. وفي أعقاب هذا الحفل قدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف للأميرة للا حسناء كتابا يخلد مرور 10 سنوات على إحداث هذه المؤسسة. ويعد المتحف الوطني للحلي تحفة معمارية تحكي فصولا هامة من تاريخ المملكة المغربية، حيث يمثل فضاء لتقاسم التراث المغربي التاريخي. ويشكل افتتاح المعرض إضافة نوعية في مجال إغناء التنمية الثقافية بالعاصمة المغربية الرباط.